اذا خلال هذه المباراه هذه تنقولوا بان الخلاصه ديالنا ربحنا منتخب، ربحنا مدرب، ربحنا طاقم تقني، طاقم فني، ربحنا يعني وحده امه، وحده شعب، وحده قاره، ربحنا وحده العالم، وربحنا ربحنا يعني واحد الجو جديد ما عمرنا شفناه يعني في نسخ سابقه من المونديالات. هذا مونديال فريد، هذا انجاز امه، انجاز شعب، انجاز ديال جميع الاطر، جميع الشعب، جميع الامهات، جميع الاولياء الامور اللي دعاو، اللي بكاو، اللي تاثروا، شي حاجه اللي ما عمرنا شفناها. هذا الشيء شي حاجه اللي هي ممتازه وما كرهناش، ما كرهناش، نقول بان هذا انجاز ونفتخروا به. وحنا عرب، وحنا امه مسلمه، امه عربيه اللي تتجمع على شي حاجه مثل الوحده ضد كل ما هو يفرق. نركزوا على هو المشترك ونساو اللي تفرق، نركزوا على الموحد ونساو المشتت. اذا تقول ربحنا فريق، ربحنا منتخب. شو كنا غير ربحوا، كان عندنا سبعه ديال البيوشه، كان كون دخلوا الحمد لله من الاول الكره كان ديالنا هذا الماتش. الحمد لله الحمد لله الكره كان اوم دي ماتش وما تقش فيه، ما تقناش فيه. اليوم المنتخب المهم لعب بكل جهده، واللاعبين داروا واحد الجهد، ما حقرنا شي لاعبين النهار هذا. المهم زعما خرجوا كاع الجهد ديالهم على ودي ولكن هانيه. المهم تخاتلوا. المهم لا داك الشيء واخا هكاك حتى اللاعب اللي داروا ما لعب ما والو، ولكن واخا هكاك ديما مغرب اكرد، وداك الشيء راه كاين داري الحمد لله ما دار الغارات ديالو وما كسبش حيت ديما لا ديما لافوكا داير ديفونس. دابا قالوا لي خرج لعب، هو خرج لعب، احنا خرجنا من الفاينال.